السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. انا النهاردة هجاوب على سؤال وصلني في صديق متابعين القناة، سألني ازاي نعرف ان الحمام قرب يبيض. طبعا يا جماعة، اول حاجة لازم نختار الجوز الحمام يكون ذكر وانثى ويكون صحتهم حلوة، صحتهم كويسة، يكونوا جامدين وصحتهم كويسة، ونتأكد ان هما مخلصين ريش. بعد ما يختار الجوز يا جماعه الذكر وانتهى، ونعرف ان صحته، نتاكد ان صحتهم حلوه وان هم مخلصين ريش، كل الكلام ده اللي بنتكلم عليه في فيديوهات قبل كده، نتاكد ان هم مخلصين ريش، يعني ان هم جاهزين للشغل وبلغهم السن اللي ممكن ينتجوا فيه. اول علامه يا جماعه من العلامات بنلاقي جوز الحمام، يعني احنا لو جينا نبص هنلاقي كل جوز ذكر وانثى واقفين جنب بعض، يعني دول ذكر وانثى واقفين جنب بعضهم، واللي على السلك دول برضه ذكر وانثى واقفين جنب بعض، ودول ذكر وانثى واقفين جنب بعض، واللي في العند واللي في الصفيحه دول ذكر وانثى واقفين جنب بعض، واقفين جوه مع بعضهم، والحلبي واللي انتهى البلد دول مشغله بحضان برضه واقفين جنب بعض. بيبقى يا جماعة بنلاقي الذكر والنتاية قربوا من بعض جدا، وبنلاقي الذكر قاعد ياكل النتاية، بيبقى كده يا جماعة اتجوزوا. طيب اتجوزوا يعني هيشتغل على طول؟ لا طبعا. بنيجي يا جماعة علامات وضع البيض، بنلاقي الذكر بيجري ورا النتاية، يعني لو عندي يا حق وبيضربها في دماغها كده، بيقعد يضربها في دماغها ومش عارف ايه، وبعد كده بيتم عملية التلقيح اللي هو عملية التقشير، ان الذكر بيكسر النتاية، وبعدين بيخش زي اللي انتوا شايفينهم كده، بيخش في الصبيحة عشان يبيضوا. تلاقي الذكر بينام في الطاجن، تلاقي دايما الذكر نايم في الطاجن ومستعد، دي علامة ان هو عايز يشتغل، ان هو عايزين يبيضوا يعني ويشتغل. بعد عملية التكسير يا جماعة بحوالي 10 أيام بيبدأ برضو الذكر يضرب في النتاية عشان تروح تبيض، وبنعملها في الطاجن، بنعملها في الطاجن، وهي بعد أما يقرب بعد قبل 3-4 أيام من موضوع البيض بتلاقي دي النتاية وده الذكر، النتاية نايمة في البيض نايمة اهي عشان بتستعد ان هي تبيض، يعني دي هتبيض يا النهاردة ان شاء الله يا بكرة. بنيجي يا جماعة على النتاية كده ونمسكها بالشكل ده، ومنقيس هنا من تحت على المخرج، بنلاقي يا إما النتاية طرية، يعني تبقى العملية دي واسعة، العظم واسع والجزء ده طري جدا، وبنلاقي وساعات بنحس بالبيضة بصبعنا، يعني البيضة بتبقى بتخبط في صبعنا، بنحس بيها هنا في صبعنا. ده يا جماعة برضو نفس النظام، مستعدين ان هم يبيضوا، يعني دي النتاية برضو قاعدة في الطاجن والذكر واقف لها، دي برضو هتبيض. دول يا جماعة دول بيضوا امبارح، يعني دول كده بيضوا امبارح، نعم، والبيض تحتهم وتمام التمام. ودول برضو بيضين والذكر نايم، ده الذكر نايم على البيض. يا جماعة مع عملية البيض برضو النتاية بترقد أكتر من الذكر، يعني الناس بيقول لك الذكر ما بيرقدش، لا الذكر بيرقد ساعات قليلة جدا، النتاية أغلبية الوقت هي اللي قاعدة على البيض، ساعات بس قليلة، يعني برضو الفترة دي هتلاقي كل الذكورة هي اللي نايمة على البيض، لكن لما بيطلعوا الزغاليل الذكر بيأكل الزغاليل أكتر من النتاية. هو المسؤول عن عملية أكل الزغاليل أكتر من النتاية. بعد كده يا جماعة بيوم ولا اتنين بتلاقي الحمام باض وتمام التمام، وربنا يرزق الجماعة. وشايفين الوضع ده يا جماعة كده الذكر والنتاية، خلاص النتاية برضو دي بداية إن هم بيفكروا ويشتغلوا، يعني قدامهم برضو أسبوع أو 10 أيام ويبيضوا، دول دي البداية.
انا برضو يا جماعه برضو الذكر برضو انا قاعد هنا في الطاجن اهو والنتايه معاه عشان يشتغلوا الحمام ده يا جماعه، يشغلوا كله تحضين، شغلوا حضان، مش بدوق، بشغل شقلباز مع حلبي، وبشغل شقلباز مع بلدي وحلب مع بلدي، وبشغل التاكسي برضو، التكوشه دي بشغلها برضو حط تحضين، وده برضو شقلباز ده برضو شغل تحضين للانواع اللي هي الانواع اللي غاليه اللي هي الانواع التانيه دي. يا جماعه كانت حلقه ما كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب اكون وفقت في طرح الموضوع، واي سؤال او اي حاجه اللي تحت امركم، واستنينا فيديوهات جايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.